الله اخبارك جميله شو الصحه ما شاء الله ما شاء الله مركزه على حتى ابسط واصغر التفاصيل هذا بالنسبه للاوفيسات هذا نفس الشيء هون شفتي هذا الهولدر هذا هما التفاصيل بالنسبه لهذه الميتين روم دائما بنسوي فيها ديلي ميتين روم الديزاين تبعي بعتمد الكولاج هذا بسميه الكولاج اللي هو عباره عن صور بتكون في مستويات مختلفه اعتمدت فيه شويه لكجري مخلوط مع المودرن مخلوط مع الاندستريال فهذه الدقه في التفاصيل هي اهم شيء صحيح اوف كورس مع الافكار الابداعيه والمصداقيه الشركه هي جيمي انتريور ديزاين في الاول كنت بلشت في كندا بعدين المغرب بعدين جيت على دبي طيب شو اللي بيخليكي متميزه عن غيرك من المصممين انا بشتغل على ماي ايمج وعلى ماي سيجنتشر اكثر شيء بيهمني في هذا المجال كيف تم اختيارك بالاكزيبيشن تبع اكسبو 2020 كنت كثير مبسوطه انني شاركت في الاكسبو 2020 الاكزيبيشن تبع الاركيتكت اند ديزاين كنت من الناس اللي اختاروها وحكوا لي انني انا الوحيده اللي راح اكون مع الشركات ضيفة حلقتنا لليوم المبدعه جميله سعدوني صاحبة شركة جيمي انتيريور ديزاين التي أبهرت العديد بتصاميمها بهندسة التصاميم الداخلية والخارجية وإن كانت مشاريع كبيرة أو صغيرة مثل الفيلل، تاون هاوس، مكاتب، فنادق، مستشفيات والعديد العديد أهلا وسهلا عزيزتي جميلة شكرا في البداية عرفينا عن جميلة وعن جيمي انتيريور ديزاين اسمي جميلة سعدوني مغربية كندية من مواليد الرباط المغرب درست في الجامعة في المغرب عندي باشلور في ساينس ايكونومي بزنس مانجمنت بعديها رحت على كندا اي ابجريدد ماي هاي سكول ذير رحت على الجامعة بعديها اخذت باشلور في التصميم في هندسة التصميم الداخلي والحين عندي شركة وعندي أفرع in different countries الشركة هي جيمي انتريور ديزاين اللي هي الهيد الأوفيس تبعها الحين هو هون موجود في دبي في الأول كنت بلشت في كندا بعدين المغرب بعدين جيت على دبي بس بعديها قررت أنه يكون عندي الهيد أوفيس هون هو في دبي عندي different branches in different countries منهم مصر الكويت البحرين السعودية المغرب ألمانيا وكندا هذا تعريف بالنسبة لي كثير حلو كم صار لك هون بدولة الإمارات؟ بصراحة كان أنا دائما بتربطني بدولة الإمارات علاقة وطيدة بحبها كثير صح أنا كنت عايشة برا الإمارات بس كنت باجي مرة يعني زيارات هون بس مؤخرا قررت أنني أعيش هون تقريبا شي 3 سنين لما فتحت الهيد أوفيس هون قربت على 3 سنين فتحت الهيد أوفيس هون في دبي كثير حلو هل مهنة الهندسة التصاميم الداخلية هي يعني كحب وشغف أو أنك يعني درستيها فقط؟ أظن أنا في التعريف تبعي الأول اللي عرفت به حالي حكيت أنني درست وتخرجت الباشلور الأول وبعدين رحت على كندا وأبغريدد ورحت مرة تانية للجامعة فهذه قصة طويلة فمعناته أن بصراحة أنا من صغري وأنا بحب البيزنس وأتمنى أن دائما كنت بتمنى دائما أكون بيزنس وومن لكن بالنسبة لهندسة التصميم الداخلي كانت في روحي دائما بحبها بس تقريبا هذاك الوقت مش متعارف عليها يعني ما في هندسة تصميم داخلي بس بحب أي شيء مثلا أكون مثلا في مكان بدني أطلع حواليا بدني أتخيل مثلا في المساحات أتخيل في التصاميم ليش هادي مثلا ما حطوها هون ليش هادي ما حطوها هون فدائما عندي هذا النقد في التصاميم وأنا صغيرة يعني موجود في روحي داخل لما اكتشفت حالي كيف اكتشفت حالي اكتشفت حالي لما في المغرب سويت بيتي وكان انه ما كان عجبني تصميم المهندس فدخلت في هذه المرحلة وعدلت في كل المخططات وعدلت في الهندسة الداخلية كلها
فكانت النتيجة أبهرت كثير ناس، ومن هناك انطلقت يعني انطلقت وبلشت أثق في حالي أكثر، وعرفت إنه صح أنا عندي موهبة في هذا المجال ولازم أشتغل عليها. فكانت هناك الفكرة أنني أروح على كندا وأبلش المشوار الثاني تبع دراسة هذا المجال. كثير حلو أستاذة جميلة، حابة بس يعني نعرف المشاهدين تصاميمك اللي تعتمديها يعني فيها، بحكم أنك يعني من المغرب تعتمدي في ديزايناتك التصاميم الحديثة ولا بس يعني ستايل مغربي، أو أنك تدمجين بين الاثنين؟ هو شو أحكي لك بصراحة، هو المصمم لازم يكون عندي راية في جميع المجالات، ولازم يكون عنده إبداع في جميع المجالات، لأنه لما بيجيك عميل ما بيكون مغربي ولا بيكون من منطقة معينة ولا من بلد معين ولا من ستايل معين، فلازم تكوني أنت عندك دراية في هذا المجال، مجالات يعني ستايلات عديدة، يعني أنك بتدمجي اليوروبيان ستايل مع الماروكان ستايل ولا بتنفردي أو على حسب يعني بالنسبة للستايلات أنا بصراحة كمهندسة تصميم هذا الشيء بتميز فيه شوية كمان، أنه I mix style together. حلو. يعني بحب أنه أدمج ستايلات، وعلى ما أظن حتى في الأوفيس تبعي هون مثلا أنا مسوية دمج ما بين الأوروبي وال ما بعرف شو بيحكوا بالعربي الاندستريال والمودرن توجذر، فبحب دائما اني ادمج الستايلات مع بعض، ومش بس المغربي في كثير ستايلات في المجال، فما لازم اكون محدده بستايل معين. طيب شو اكثر شيء يشد شغفك بالتصاميم الداخليه والخارجيه؟ شو أكثر شيء تحسي نفسك يعني مبدعة فيه، يعني تبدعي فيه؟ بصراحة أنا هذا المجال بحبه كتير، ودخلت هذا المجال عن حب وباشن وشغف، يعني أنا بالنسبة لي ما بشتغل هذا المجال كبزنس، بشتغله أكثر شيء عن حب. بالنسبة لي أي مشروع وأي بروجكت أنا أخذته وبلشت أشتغل فيه بالنسبة لي تحدي، لما باخذ المشروع لازم يعني بكون كتير مبسوطة وفرحانة إنه أخرج بلوحة. بالنسبة لي أنا هذا المجال is combination between art and science، فأوريدي الإبداع بيكون يعني بيكون في المصمم، بس لازم يسقله بالدراسة بالساينس، ولما بيكون الساينس لحاله وما في art ما بتكون هذه اللوحة حلوة. صحيح. فمشان تطلعي بهذه اللوحة تكون كتير جذابة وكتير حلوة لازم يكون فيها هذا الكومبينيشن بين بوتش. وبالنسبة لشغفي يعني بالنسبة لي بحبه كتير، لدرجة انه I treat each project لما بيجيني I treat it like mine، يعني وبدخل في هذا المود تبع انه لازم يطلع مشروع فيه كل الدقة والتفاصيل وفيه كل الإخلاص في الشغل. طيب شو اللي بيخليكي متميزة عن غيرك من المصممين؟ هل في بصمة تاتش يعني خاص فيكي هيك؟ أوكي، أول شيء قبل ما أجاوبك على هذا السؤال راح أحكي لك كيف جاء اللوجو تبع جيمي. جيمي جيمي أول شيء الاسم تبع جيمي هو half of my name. جيمي يعني اسمي جميلة بس half of my name is جيمي، واللوجو تبعي هو half of my signature. فأنا بالنسبة لي أي مشروع باخده لازم تكون في هذا التاتش تبعي وهذا السيجنتشر، فالسيجنتشر لازم تكون عندي موجودة هناك. أنا بشتغل على my image وعلى my signature أكثر إشي بيهمني في هذا المجال، هذا أول إشي. ثاني إشي اللي بيخليني متميزة هو المصداقية والتفاصيل، الدقة في التفاصيل حتى في أصغر التفاصيل لازم دقيقة دقيقة يعني بشكل فظيع، و of course يعني الدقة في التفاصيل. أنا لاحظت على فكرة دقة التفاصيل بالمكتب عندك ما شاء الله، يعني تبارك الله، يعني دقة
في من أبسط التفاصيل لأكبرها. Yeah. يعني كمان another thing لازم والإبداع هذه الشيء أنا بدي أزيدها. لازم المصمم يكون عنده إبداع. بالنسبة لي لا شيء اللي بتميزني كخلاصة المصداقية والأفكار الإبداعية مع الدقة في التفاصيل حتى ولو أصغر التفاصيل من أكبرها لأصغرها. طيب في كثار من الناس اللي ما بيفرقوا بين هندسة التصاميم الداخلية والتصاميم الخارجية، هل فيك أنك توضحين هاي النقطة؟ سؤالك هذا كتير حلو وعجبني بصراحة، لأنه في كتير ناس في مجتمعنا الحالي ما بيعرفوا يفرقوا ما بين التصميم ديكور، مش تصميم ديكور، ديكور الداخلي والتصميم وهندسة التصميم الداخلي، في فرق كتير كبير. اولا الديكور بنحكي باقل شيء هو تصميم الديكور ولا الديكور الداخلي. الديكور الداخلي هو انه ممكن اشتغل يكون عندي بيت، باجي ممكن اشتغل شويه على الجدران، اشتغل شويه على الارضيه، اسوي شويه مفروشات حلوه فرنتشر، واحط شويه اكسسوارز مع شويه لوحات وشويه زرع، ممكن اغير كمان الاضاءه كمان، هيك اشتغلنا على ديكوريشن. بس لما بنحكي عن تصميم هندسة التصميم الداخلي، هون بندخل في مجال الهندسة. مجال الهندسة أنني لازم يعني بصير أغير في المساحات، بصير أغير في اللي أوت تبع المكان. يعني ممكن يكون عندي مكان كتير صغير فيها جدران في الوسط، في يعني في عنده لي اوت معين. أوكي. اللي بيخليه يبين مثلا بطريقه كتير صغيره، مساحة محدوده تكون، مساحه محدوده وطريقه صغيره. فهون يتدخل المصمم انه ولا مهندس التصميم انه بيغير في اللي اوت وفي المساحة تبع المكان مشان يخليها مساحة أكبر. تبين أكبر، مساحة تكون واسعة، وفي نفس الوقت بيغير في الديزاين كله من ناحية الجدران بتتغير كديزاين، في ممكن أسقف كمان أغيرها في الديزاين، أغير الأرضية ديزاين تبعها، أغير في اللي أوت كله، مش بس مساحة وتصميم وأفكار وإبداع، أنني أخلق من هذا المكان اللي هو كان بقعة صغيرة وعادية أخلق منها شيء يعني different، لدرجة أنه ممكن العميل يدخل يصير ما يفرق، أنه يقدر ما يصدق أنه هذا بيته وصار هيك. فهذا هو هندسة التصميم الداخلي، أنه نلعب على layout والمساحات وتغيير كتير أشياء، وندخل في drawing technique وكتير تفاصيل يعني صعب أن ندخل فيها. طيب شو أهم التقنيات اللي تعتمديها في تصاميمك عند التسليم؟ يعني الحين بنسمع بكثير شيء اللي هو 3D 4D، يعتبر صار قديم شوية، الحين في تقنية VR، يعني شو اللي بتعتمديه عند التسليم؟ أوكي، أنا راح أبلش لك من الأول، رغم أنه دخلت السؤال شوية حساس في التكنيك والتقنيات، بس ما فيش مشكلة راح أشاركه مع الناس. أول إشي أنا لما بيجي عندي العميل وخلاص ببلش يعني اختارني كمهندسة تبعه، ببلش أول شغلة أنا لازم أبلش فيها أنه أدرس هذا العميل، أعرف شخصيته، الستايلات اللي بيحب بيسافر، الألوان اللي بيحب، المود اللي بيحب. حتى في مرات أنه ممكن أطلب منه inspiration images، أنه كيف بيتخيل بيته ولا المكان اللي بده إياه مشان يسهل علي الموضوع. فهذا بالنسبة لازم أدرس الشخصية تبعته وأعرف شو بيحب شو ما بيحبش، لازم أعرفه كتير أتقرب منه أكتر. بعديها بروح على مرحلة الكونسبت ديزاين. الكونسبت ديزاين هذا اللي بخلط فيه ما بين الانسبيريشن ايميجز، ولازم اشتغل على اللي اوت تبع المكان، على تقسيم المساحة وعلى اللي اوت اللي بنشتغله على الاوتوكاد. وبقدر اعطيه كمان يعني اشتغلنا على الانسبيريشن ايميجز والاوتوكاد والفرنيتشر، كمان لازم اطلع الفرنيتشر اللي هي لازم تكون في هذا المكان. يعني اوريدي انا لما بعطي الكونسبت ديزاين للكلاينت بكون اوريدي اعطيته تقريبا 30% من الديزاين اللي راح يكون، 30% يعني نسبة كبيرة يعني مش شوية، لانه نورمالمون انا لازم لما بيجيني ديزاين هون بدخل في البوكس تبعي. حلو.
حلو. بدخل في البوكس، ببلش أتخيل المكان، بيصير يعني هيك وحي مرات بينزل. حلو. إنه بتخيل المكان كيف لازم يكون، لازم أعطيه المود بورد ولا المود كيف حيكون، فببلش أتخيل يعني مور يعني بدخل في بوكس، بنحكيها بوكس يعني الإبداع. الإبداع. أيوة. فبدخل في البوكس، فبصير أسكر عيوني كأني دخلت في المكان، أنا هيك بشتغل بالطريقة وخلاص من حينتها بس تخيل المكان، بصير أطلع الفرنيشر اللي هي لازم تكون في المكان، اللي أوت تبعه، كل التفاصيل تقريبا 30% زي ما حكينا. هو أنه بعد الكونسبت ديزاين هون بس خلاص أبروفد، والكلاينت يعني بيعجبوا الموضوع، أكتريتهم صراحة بيعجبهم، بنروح على التريدي. التريدي اللي هو ثلاثي الأبعاد باللغة العربية، بس نعم. كل الأشياء اللي بتكون محطوطة في 3D is real، الفرنيشر ب 3D blocks تبعتها، اللي أوت لما بنشتغلوا على الأوتوكاد وبنطلع البناء بأدر softwares، بنشتغل على 3D بيكون جاهز زي ما بتشوفوا في 3D زي ما بيكون في الحقيقة. حلو كثير. وبالنسبة في مرات العميل بيختار انه عنده اختيار انه يشوفها بال في ار، فبنعطيه انه ياخد هذا الماسك الجلاسز اللي هي بتسوي له زي فيرشوال تور في المكان تبعه قبل ما يتنفذ في ارض الواقع. فكتير كتير بصراحة شو أحكي لك، في كتير مراحل زي مراحل برودكشن يعني بتمر منها هذا التصميم، ففي ناس كتير بيعتبروا الموضوع يعني كتير سهل. شفتي كم موضوع هذا، من غير أننا نوصل على specification sheet اللي فيها التفاصيل تبع الفينيشز وكثير أشياء، بعدين نوصل لمرحلة التنفيذ والسوبرفيجن اللي بيخلص الموضوع، في كتير مراحل. كثير حلو والله. طيب كيف تم اختيارك بالإكسبيشن تبع إكسبو 2020، وهل كان في يعني منافسين من العرب هناك متواجدين؟ بصراحة كنت كثير مبسوطة أنني شاركت في الإكسبو 2020 إكسبيشن تبع الأركيتكت أند ديزاين. كيف تم الاختيار تبعي؟ بصراحة يعني ما بعرف، جو عندي سووا معي انترفيو، كنت من الناس اللي اختاروها وحكوا لي انني انا الوحيده اللي راح اكون مع الشركات الكبيره اللي منها شركه دماك وشوبك، كثير شركات يعني ما بقدر احدد الاسماء، بس كلهم الشركات اللي كانوا موجودين في الاركيتكت والاكزيبيشن كلهم شركات كثير كبيره كلهم، وهذا كان لي بصراحه شرف انني اكون متواجده مع هذه الشركات الكبيره واكون ممثلة للمرأة العربية، وفي نفس الوقت أكون الشركة الوحيدة تبعت اللي مختصة في هذا المجال تبع هندسة التصميم الداخلي، فكان لي بصراحة الشرف. كثير حلو. هل راح نشوفك في معارض ثانية مستقبلا؟ إن شاء الله دائما جيمي راح تكون متواجدة إن شاء الله بإذن الله. طيب شو أهدافها المستقبلية لجميلة؟ بصراحة I want to be like water، يعني بصراحة في مثل بيحكي I want to be like water spread everywhere or expand everywhere، فأتمنى أني أستمر في النجاح ومن نجاح لنجاح، هذا هي الأهداف تبعي. كل التوفيق جميلة، وسعيدة أني يعني عملنا هالمقابلة اليوم معاكي، كل الشكر وكل التوفيق. شكرا لك الأخت ريما، وأنا كمان مبسوطة بحضورك معايا، وبيشرفني أنا أني كنت معك في هذه المقابلة. شرف لي عزيزتي. شكرا كثير. شكرا.